احمد، مساء الخير على حضراتكم. طبعا مبروك الفوز على نادي المريخ في بدايه مشوار دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، والحقيقه ان الفوز ده بالاداء ده امبارح للنادي الاهلي رساله قويه جدا لكل منافسي النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، ان الاهلي حاضر وبقوه وجاهز وبقوه للدفاع عن لقبه وعن اللقب المحبب الحقيقه لجماهير النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا، ومشوار العشره بدايته قويه. بالمناسبه دي اقوى انطلاقه لنادي الاهلي في دور المجموعات، اول مره يكون الفوز بثلاث اهداف لصفر او النتيجه 3-0، ودي رساله قويه جدا ان النادي الاهلي برغم كل اللي فات، برغم انه طلع من بطوله مهمه ونشوه الفوز، يمكن كان في ناس خايفه من انه اللعيبه دي بقى لها فتره مرهقه بدنيا، الا ان هم كانوا حاضرين في الملعب، وزي ما احمد قال رغم الغيابات شفنا اداء كبير قوي ومكاسب كبيره قوي في مباراه امبارح، هنتكلم عنها اكتر طبعا، منها محمود وحيد، منها ياسر ابراهيم، وولتر بواليا. بالنسبه لي وولتر بواليا يمكن اجمل حاجه في مباراه امبارح، الهدف اللي سجله والاداء والمجهود الكبير قوي اللي بيبذله، واللي بيبذله يمكن من اول يوم جه في النادي الاهلي، وده يمكن اترجم امبارح، وان شاء الله يكون بعد الهدف ده ياخد ثقه اكتر.